الاحجار هو عالم. يعني هسه مثلا من جاي تذكرون انتم مثلا عالم الطاقه، عالم الطاقه اللي موجود حاليا والمنتشر هو جزء ما يقارب 1 بالألف من علم الاحجار الكريمه. يعني الاحجار الكريمه هي عباره عن احنا نعتبرها كبحر، هذا البحر هو اللي يمتد من عنده 7 أبحر ثانية، وبعدين تقدر انت توزع اللي تريده. يعني اذا نسال على الحجر، فالحجر مثلا يعني الحجر اذا كان الله سبحانه وتعالى خالق انه الحجر الكريم، لو الحجر صاحب الإيجابية، لو الحجر اللي أنت تريد تسحب من عنده طاقة، لو الحجر اللي تريد أنت تنطي طاقة، لو الحجر اللي تريد أنت تتعامل وياه مع النفس، لو الحجر اللي تريد تتعامل وياه مع الروح، لو الحجر اللي تريد تتعامل وياه مع الجسد. تشريح الجسم، تشريح الكامل للجسم يتكون من 268 شاكر. شاكر هي نقاط الطاقة اللي موجودة بالجسم، أكو ناس تعددها 12، أكو ناس تعددها 24، لكن هي الحقيقية الدقيقة 268 نقطة طاقة موجودة بالجسم. عن طريقها نقدر نتحكم بكل التفصيل الموجود بالجسم بمسألة طبيعية جدا. يعني مثلا إذا احنا نريد نستعمل، أكو ناس عنده مشاكل بالقلب، أكو شخص عنده فتحة بالقلب، أكو شخص عنده مشكلة بالشريان التاجي أو الشريان الأبهر أو بالأذينات أو بالبطينات أو بالأغشية اللي موجودة بيناتهم أو عن طريق الضخ أو عن طريق الأكسجين، شلون نقدر أنا أعدل هذا النظام؟ موجود احنا عندنا مثلا نشتغل بحجر الياقوت يفيدنا بهذا الأمر، حجر الأوبال يفيدنا بهذا الأمر. اي نعم، حجر الياقوت هسه مثلا هذا الياقوت احنا نسميه الياقوت الأفريقي 6 طبقات. الشحنة مالته تعبر 24 واحنا نتحكم بالشحنة مالته. يعني هنالك حجر ضار وحجر نافع للإنسان طبعا يستخدم الأحجار. سؤالك راقي. يعني هو أول شيء كعدد الأحجار هو بصورة كاملة الأحجار اللي نقول احنا نوعيتها ممتازة، يعني إذا أريد نحسب 2800 مع 3000 يكون المجموع 5300. 5300 نوع، 300 نوع غير جيد، 5000 نوع جيد. هذا اللي يقسم من عنده النوع الجيد يقسم عقيق ويقسم حجر كريم. إذا كانت مسألة أحجار ضد الرصاص ولا عرج نسميها بأسمائها، يعني ضد الرصاص الأنواع مالته اللي هو حجر السلطاني، وإذا كان عرج السواحل اللي مستخرج من القنفذ، إذا كان بحري وإذا كان نهري وإذا كان رملي وإذا كان طحلبي وكل الأنواع اللي موجودة، وإذا كان أبو الدع السنتيم وإذا كان أبو الخمسة وإذا كان أبو الاثنين وإذا كان السمك مالته نصف سنتيم أو 8 مليمات، هذا كل الأنواع اللي موجودة، وإذا كان هبهاب وإذا كان سلطان اللي يسموه مال عقد لسان مال المحاكم، واللي عظم الهدهد اللي هسه يتكلمون عليه ويبيعون للناس مع الأسف عظم هدهد مال البغ. هذا مال البغ أصلا يعتبر طير عادي، ما يعتبر من عظام الهدهد اللي هي تعتبر من اللي مذكورة بالقرآن واللي هي عدها ما يقارب 300 خادم من الجن، وهي تفاصيل من القرآن علوم هذه احنا نتكلمها سباب علم. فهذا كل حاليا هسه العظم قلنا اللي يبيعوه هذا مو حقيقي، يعني اللي يكذبون مع الاسف على الناس وقيمته بسيطه جدا، وممكن هو بقعد راس نقول اذا اريد نوصفه راس الدبوس، هذا حجم عظم الهدهد الحقيقي اللي كان موجود. حاليا ذني كلهن غير موجودات، وان وجدا فهن باطلات اصلا. شوف هي الاحجار هي احنا رقم واحد يعني كطاقه هو الالماس، يعني رقم واحد هو الالماس. بس انت اذا تريد تدخل بعالم الالماس فالالماس ما يقارب اكثر من 112 نوع. احنا اللي نستعمله حاليا بالعراق هو ما متداول الالماس، يجيبونه ممكن يبيعوه احبابنا اخواتنا اهل المجوهرات، يبيعون هالتفاصيل مال الالماس، يبيعون فقط النقي ودرجه الصفاء مالته قويه حاده، فيعتبرون هذا نقي البيور النقي، احنا نعتبر هذا حجر طبيعي ونقي، يكون درجاته واسعاره تكون غاليه جدا، بس هو يحمل النقاوه فقط ما يحمل الطاقه.